الفنش. لقد نجحت يا فتاة. المحطة التالية كم؟ سيدي إدواردز تحرك. لا، إياك أن تفكر أنه يمكنك أن تموت بيننا الآن. أنا بخير يا شباب، أشعر بالإرهاق من كل هذا المرح. هيا بنا الآن. مدفعية. Thank you.
ماذا سنفعل أيها السائق؟ نسير. تأثر الجميع بالحرب، حيث دوهم كل ركن في العالم. قادتنا الروح البشرية للقتال في أماكن لا أحد كان يجرؤ على الذهاب إليها من قبل. وجدنا طريقنا أكان في جبال الألب أو في أنت بخير؟ نحن جاهزون لتقطيع الكعك. واو، تبدو مذهلة. نعم، لقد كانت فترة مذهلة. تبدو وسيمة للغاية في ذلك الزي. هذا ليس أنا، هذا ماتيو. أوه صحيح، آسفة يا أبي، خذ ما تحتاجه من الوقت. لا، لا بأس يا حبيبتي، حان الوقت لأخبرك ما حدث له. كان ذلك أثناء استيلائي على حصن في عمق منطقة سيطرة العدو. لم أكن سأذهب معه، لقد كنت عضواً في وحدة قوات خاصة لديها مهمة أخرى. مهمتنا كانت أن ندعم كتيبة ماتيو. كنا وحدة تدعو للفخر، غير مجرى الحرب لإيطاليا. الأرديتي. Oh la vittoria! Oh tutti! Non fermiamoci, coraggio! بينما كان ماتيو يحاول التقدم أسفل الجبل، كان علي تولي أمر أي شيء يستهدف وحدته. إن مجرد سماعي لهذه القصة يجعلني أقلق عليك. لا تقلقي، فلقد كنت مرتدياً درع كامل، وعلاوة على ذلك فإن قوات الصدمة، نخبة القوات الإيطالية، كانوا متطوعين معتزين بأنفسهم. كان بإمكاننا أن نقوم بأي شيء في سبيل إيطاليا. لقد كان هناك كنيسة تقبع في وسط الطريق، وقامت قوات العدو بتحصينها، فوجب علي مواجهتهم أولا لأتمكن من التخطي.
تبقى بعد الجنود قاذفين لهب سوى بعض جنود المشاة، وبعد ذلك ستقع الكنيسة في أيديها. كانت المدفعية تقصف وحدتنا ووحدة ماتيو، لذا وجب علي تدميرها. كان لا يزال متوجها نحو الحصن. صحيح، كان لابد من تأمين وصوله. لقد كان ماتيو والكتيبة الهجومية الإيطالية بالكامل في خطر طالما بقيت تلك المدفعية، لذا كان يجب علي تدميرها.
كان الشيء الوحيد الذي يضمن أن رجالي بأمان هو تفجير المدفع ذاته. كان هذا التفجير واحداً من أفضل مشاهد الحرب بالنسبة لي. لم يكن هناك وقت للراحة. تمكنت من رؤية مدفع مضاد للطائرات على قمة الجبل يسقط طائراتنا. كان هدفي التالي. القوات النمساوية المجرية كانوا يستخدمون هذا المدفع، لذا فقد كان لزاماً علي التخلص منه. Please don't ever make...
قضيت على آخر رجل، لكني سمعت بعدها ضوضاء لن أنساها أبدا. كانوا يستهدفون وحدة ماتيو بالأسفل، لذا فعلت ما يمكنني فعله. كنت أنا وحدي في مواجهة سرب كامل من قاذفات القنابل التابعة للعدو، وكان علي أن أسقطهم جميعاً. لم يكن لدينا تعزيزات، وإذا ما قتل هؤلاء الرجال فإن تقدمنا سيتوقف، وبذلك أكون قد فقدت ماتيو. بعد إسقاط مجموعة قليلة منهم بدأوا في استهدافي، ولكن وجب علي الدفاع عن ماتيو، وجب علي الثبات في موقعي. كنت أنا وحدي في مواجهة سرب كامل من قاذفات القنابل التابعة للعدو، وكان علي أن أسقطهم جميعاً. لم يكن لدينا تعزيزات، وإذا ما قتل هؤلاء الرجال فإن تقدمنا سيتوقف، وبذلك أكون قد فقدت ماتيو. بعد إسقاط مجموعة قليلة منهم بدأوا في استهدافي، ولكن وجب علي الدفاع عن ماتيو، وجب علي الثبات في موقعي. داخل الدير؟ بالطبع، بالطبع، لا شيء استطاع اختراقه. ولكن انحرفت الطائرة بعيدا.
وعندما نهضت ظننت أنني مت وذهبت إلى الجحيم. لقد نسفوا الجبل، دفنونا ودفنوا أنفسهم. أوه يا إلهي، ماتيو. كان علي أن أجده، لذا فقد نزلت إلى ذلك الجحيم. كان ذلك خياري الوحيد. وجب علي إيجاد ماتيو. كان من الممكن أن يكون بأي مكان. بدأت بأول شيء اخترق ذهني. كان هناك حلفاء محاصرون داخل بيوت خشبية، وجب علي إنقاذهم. كان بإمكاننا سماعهم قبل رؤيتهم. عربات مصفحة قادمة من حصن العدو. ولكن لم يعد لديك معداتك. كانت هناك صناديق ممتلئة بأسلحة العدو في البيوت الخشبية، لذا فقد بحثنا عنها وأعددنا أنفسنا. ¡Gracias!
Ricky! كان بإمكاننا سماعهم قبل رؤيتهم. عربات مصفحة قادمة من حصن العدو، ولكن لم يعد لديك معداتك. كانت هناك صناديق ممتلئة بأسلحة العدو في البيوت الخشبية، لذا فقد بحثنا عنها وأعددنا أنفسنا. كان بإمكاننا سماعهم قبل رؤيتهم. عربات مصفحة قادمة من حصن العدو، ولكن لم يعد لديك معداتك. كانت هناك صناديق ممتلئة بأسلحة العدو في البيوت الخشبية، لذا فقد بحثنا عنها وأعددنا أنفسنا. وبقوة الإرادة دمرنا قوتهم النارية. أصبحت البيوت الخشبية آمنة، وكان علي التحرك للأمام. أنت لم تخبرني بعد، هل كان ماتيو موجوداً في تلك البيوت؟ لا، لقد قال الرجال أن وحدته تقدمت أكثر للأمام. كان يرغب في الخروج من الخنادق، إلا أني قد سمعت صراخاً بالإيطالية. علمت بعده أن أصدقائي قد وقعوا في فخ. أينما نظرت كنت متأخراً جداً. أحسست بنفسي وحيداً بين الأشباح، وبعد فترة وجيزة لم أستطع أن أنظر إلى الجثث. لابد أنه تمكن من الوصول إلى الحصن.
بين الأشياء التي رأيتها يا حبيبتي هي أنه كان لزاماً علي أحمى على نفسي بأني لم أرى. مثل ماذا؟ نيران، نيران في كل مكان. لقد كان هناك طريقان إلى الحصن، فلقد كان بإمكاني إما الذهاب من خلال الأنفاق الأرضية أو عن طريق الدوران. لقد كان هناك طريقان إلى الحصن، فلقد كان بإمكاني إما الذهاب من خلال الأنفاق الأرضية أو عن طريق من خلال الواجهة الأمامية. لم يعد لدي درعي، لذا فقط كان ذلك مستحيلا. لقد كان هناك طريقان إلى الحصن، فلقد كان بإمكاني إما الذهاب من خلال الأنفاق الأرضية أو عن طريق الدوران حول المؤخرة. ولما ليس من خلال الواجهة الأمامية؟ لم يعد لدي درعي، لذا فقط كان ذلك مستحيلاً.
لم أعلم كيف، إلا أنني كنت متأكداً أن ماتيو لم يكن هناك. ما زلت أفكر بتلك الساحة كل يوم. بالكاد توقفت عن البحث وبدأت أستسلم لأمل أن يكون ماتيو قد هرب، ولكن لا لا، لم يكبر أبداً، وها أنا ذا لازلت حياً. من يتخذ قرارات مثل تلك؟ عيد ميلاد سعيد ماتيو.
كانت حرب التمرد مستعرة في الصحارى العربية قبل سنوات من قدومي إلى فرنسا. قبل مجيئي إلى أوروبا لم أكن قد رأيت طائرة في حياتي تحلق عالياً وتلتوي وتستدير كأسراب الطيور الراقصة. كانت الرومانسية تحيط بالطيارين، هؤلاء المتبجحون في السماء، إلا أنه في الواقع كان المطاف ينتهي بهؤلاء الرجال ساقطين على الأرض في حطام يغطيه الدخان.